جولة جديدة في عالم الرياضة العراقية، نأخذكم عبر تغطية مباشرة وبرنامج الشوط الثالث. أحييكم أحلى تحية سادتي المشاهدين عبر تغطية الشوط الثالث والذي يبث لحضراتكم عبر الشرقية وعلى الهواء مباشرة. نبدأ جولتنا سادتي الأحبة من اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة العراقي يوم أمس، واللي تم في هذا الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات. إذ عقدت الجمعية العمومية الخاصة باتحاد الكرة العراقي مؤتمرها الاعتيادي الأحد في القاعة الكبرى بفندق بغداد، وبحضور 63 عضوا من مجموع الجمعية العمومية البالغ عددهم 65. وترأس الاجتماع النائب الأول لرئيس الاتحاد علي جبار بالإضافة إلى جميع أعضاء الاتحاد. وتم خلال الاجتماع مناقشة الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، إذ تمت المصادقة على التقرير الإداري، كما تم ترحيل بعض القرارات اللي ترتبط بصلاحيات المكتب التنفيذي، بينما أحيلت بعض القرارات اللي هي من صلاحيات تصويت أعضاء الجمعية العمومية شريطة لا تتقاطع مع أجندة النظام الأساسي على الاتحاد الدولي لكرة القدم. الاجتماع أيضا شهد طرح الثقة بلجنة الانضباط والتصويت على عودة رشا طالب وغالب الزامل إلى عضوية اتحاد الكرة شرط تقديم استقالتهما من ناديهما. طبعا الاجتماع طول ساعات كثيرة في ظل غياب عضو الاتحاد أحمد الموسوي وغياب رئيس الاتحاد عدنان درجال. تم اتخاذ العديد من القرارات، طبعا أبرزها هي طرح الثقة بلجنة الانضباط وتشكيل لجنة جديدة وعودة العضوين المستقيلين رشا طالب وغالب الزاملي شرط تقديم استقالتهم من نادي القوة الجوية وفريق الشرطة. نتابع المزيد من التفاصيل عبر هذا التقرير اللي أعد زيد السراج واللي كان حاضر في اجتماع عمومية اتحاد الكرة. نتابع. أقامت الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم اجتماعها السنوي في بغداد بحضور الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد. المجتمعون أكدوا أن هنالك الكثير من القرارات التي تخص مختلف اللجان والتقارير المالية والإدارية، كما تم مناقشة النظام الأساسي لاتحاد اللعبة. اليوم اللي بالنسبة للتقرير المالي 2020 ما تم التصويت عليه، لكن 21 والميزانية التخمينية كذلك، والتقرير الإدارة تم التصويت عليه، وبعض النقاط اللي كانت فيها الأعضاء الهيئة العامة وما تخص الأندية والهبوط الدوري ممتاز، لكن احنا نناقش على نقاطنا هي ما تخص بعض النقاط اللي بالنظام الأساسي، وراح يشكل لجنة من قبل المكتب التنفيذي مع الهيئة العامة لتعديل النظام. ومن أهم الفقرات اللي تم التصويت عليها هو مناقشة أسماء لجان القضائية، لجنة الاستئناف، لجنة الانضباط، وتم التصويت على شخص أكو ناس غادروا، أكو ناس الآن جدد يعني انتموا للجان، وهذا جزء من الحالة الديمقراطية واللي نص عليها النظام الأساسي الاتحاد العراقي. وأشار البعض إلى أن ما قامت به الهيئة العامة من مناقشات مستفيضة يدلل على وجودها بعد أن وصفت خلال السنوات السابقة بالهيئة النائمة والتي لا تعلم أي شيء عن الأنظمة والقرارات. هذه القرارات يعني كانت مهمة للأعضاء رؤساء الاتحادات الفرعية، يعني خصوصا الهبوط والصعود، يعني هذا الهم رجعت إلى الهيئة العامة وصوت عليها ورجعها إلى الاتحاد للنظر بها. يعني ما صار فد قرار نهائي بقضية الهبوط والصعود، لو هم راح تشكل لجنة. هو راح ترجع للاتحاد، الاتحاد ياخذ بها، بس هو القرار الأول والأخير يرجع للهيئة العامة اللي صوتت على هذا الموضوع. بعد انتظار طويل استمر لعدة ساعات
الهيئة العامة لاتحاد الكرة تنهي اجتماعها السنوي وتخرج بعدة قرارات تخص اللجان القضائية والتقارير المالية والإدارية وتعديل النظام الأساسي، حالة وصفها البعض بالصحية للهيئة العامة، وذلك بعد النقاش المستفيض والذي جعلها تأخذ مكانها الحقيقي. من بغداد للشوط الثالث زيد السراج. شكرا زيد على هذا التقرير، والحقيقة نستبشر خيرا عندما تكون الهيئة العامة أو عمومية أي اتحاد سباقة في طرح الكثير من المواضيع ومحاسبة مجالس إدارات الاتحاد على أي قضية. لذلك نأمل ألا تطلق عبارة الهيئة النائمة، لأنه للأسف الشديد على طول السنوات الماضية كانت هناك عبارة تطلق على الجمعية العمومية بالهيئة النائمة لأنه تارك الحبل على الغارب، لكن هذه العمومية نأمل خير منها لمناقشة الكثير من الأمور. إلى البصرة العزيزة الغالية أخذكم، حيث تشهد البصرة الآن حفلة افتتاح ملعب الميناء الأولمبي سعة 30,000 متفرج، بعد أن شرعت أبواب هذا الملعب بشكل رسمي أمام جميع المشاهدين. حفل الافتتاح يفترض أنه ينطلق في الساعة 6:00 مساء وسيستمر لأقل من ساعتين، على أن تنطلق المباراة الودية بين الميناء البصري والكويت الكويتي عند الساعة 8:00 مساء، وستكون تذكرة الدخول للشخص الواحد 5,000 دينار عراقي فقط. وأوعزت الهيئة المشرفة على ملعب الميناء بنقل حفل افتتاح الملعب مجانا لجميع القنوات المحلية والعربية الراغبة بنقل حفل الافتتاح. طبعا هذه اللقطات هي لجاهزية الملعب اللي يعتبر هو تحفة معمارية أضيفت إلى ملف مدينة البصرة العزيزة الغالية الداعم لملف خليجي 25. هذا الملعب اللي راح تقام عليه العديد من المباريات الرسمية لبطولة خليجي 25، وطبعا جهود رائعة لكل من ساهم في إنجاز هذه التحفة المعمارية، هي تحفة ملعب الميناء الأولمبي في مدينة البصرة العزيزة الغالية. طبعا احنا بانتظار الانضمام والانتقال مباشرة إلى البصرة الغالية لنقل مقتطفات من حفل افتتاح ملعب الميناء الأولمبي اللي قررت الهيئة المشرفة على حفل الافتتاح أن يكون هذا الملعب افتتاحها، والحفل في تمام الساعة 6:00. بالتأكيد حال وصولنا اللقطات الخاصة بحفل الافتتاح سننتقل مباشرة إلى البصرة، لكننا سنذهب إلى هذا الاستطلاع اللي أجراه زميلنا عمار السعد مع عدد من المعنيين بشؤون ملف خليجي 25 ورأيهم اللي تحدثوا عبر الشوط الثالث من الشرقية عن افتتاح ملعب الميناء الأولمبي. نتابع هذه اللقاءات. اليوم عندنا الضيف الآخر من السعودية، واليوم بقينا بالتقاطع مع الجيزة واللي جاي اللعبة. اليوم ما تروحوا يانا تروح للبستيالي. للبستيالي تروحوا يانا. الضيافة. شو تقول لي للبصرة؟ البصرة تاج على رأسي. احنا بخدمتك اهالي البصره، احنا البستيالي الله يطول عمرك، وهاي منطقتنا كلها تشمل والبصره والبستيالي بخدمتك الله يطول. شو يعني انت وعقلك على راسي والسعودي على راسي والعراق؟ قسما بالله اهل الكرم واهل الغيره واهل الشجاعه واهل النماص، قسما بالله اي سعودي ما يودون الفندق ياخذون البيت ابد، ما فنادق اقسم بالله سكروا الفنادق كلها ولا في احد يجي الا ببيوته، ما في اهل البصره اهل الكرم، مو بس اهل البصره اهل العراق كل ابوه قسما بالله، وتشرف وظل اخواننا وعربنا واهلنا ولحمنا وخيرنا. يا اخي الله اخوي انا وسهلا فيك. طبعا احنا انتقلنا الى فقره ما تحدثنا عنها لاننا كنا نود ان نعرض لحضراتكم تصريحات ملعب الميناء وجاهزيته، لكن هذه الفقرة اللي عرضها زميل المخرج دون أن نتحدث عنها هي فقرة تنم على حبي وكرمي
وجود أهل البصرة الأعزاء الأوفياء عند وصول أحد المواطنين من المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى أرض البصرة. عند وصوله الجميع منعه من أن يسكن في أحد الفنادق، وتسابقوا على أن يضيفوا شقيقهم من المملكة العربية السعودية في دورهم الخاصة. يعني الحقيقة ما أعرف، لأنه والله العظيم تصير يعني مرات الدموع تحبس الأنفاس عندما نشاهد التسابق، وذول هم العراقيين، وهذا معدن العراقيين، وهذا كرم العراقيين من البصرة إلى زاخو، كرم وجود، ودائما يحملون شعار يا ضيفنا إن زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أعيد لحضراتكم أهالي البصرة وهم يتلقون أحد المواطنين السعوديين اللي جاي حتى يتابع منافسات بطولة خليجي 25. نتابع. اليوم عندنا الضيف الأخ من السعودية، واليوم بقينا بالتقاطع مع اللي جاي زي واللي جاي اللعبة. اليوم ما تروحوا يعني تروح للبستين، للبستين تروحوا يعني الضيافة. الضيافة شو تقول لأهل البصرة؟ البصرة تاج على رأسي، احنا بخدمتك اهالي البصره، احنا البستيمي الله يطول عمرك، وهاي منطقتك هنا الحشميه والبصره والبستيم بخدمتك. شو يعني انت وعقلك على راسي والسعودي على راسي والعراق؟ قسما بالله اهل الكرم واهل الغيره واهل الشجاعه واهل النماص، قسما بالله اي سعودي ما يودون الفندق ياخذون البيت ابد، ما فنادق اقسم بالله، سكروا الفنادق كلها ولا في احد يجي الا ببيوتهم. ما في أهل البصرة أهل الكرم، مو بس أهل البصرة، أهل العراق كل أبوهم قسما بالله. وتشرف وظل أخواننا وعربنا وأهلنا ولحمنا وخيرنا. يا أخي الله أخوي أنا وسهلا فيك. شو يعني يتغدوا يعني يتغدوا يعني يتغدوا؟ والله يعني ما أعرف شو أعلق وش أقول، لأن مرات الصورة تغلب الحديث. حي الله للبصرة، حي الله العراقيين، ويا هلا بإخوتنا وأشقائنا بدول الخليج. نتابع تصريحات ملعب الميناء. تضافر جهود الجميع، تم إنجاز العمل في مشروع ملعب الميناء الأولمبي. سعة الملعب الرئيسي 30,000 متفرج، ويوجد في المشروع ملاعب تدريب ثانوية عدد 2، سعة كل ملعب 400 متفرج. أيضا توجد أبنية ساندة وخدمية خارجية، وطرق وساحات وحدائق خارجية. تم الانتهاء من كافة الأعمال في المشروع، والآن جاهز لاحتضان مباريات بطولة خليجي 25، ومن قبلها المباريات الودية لمنتخب العراق ومنتخب ونادي الميناء ونادي الكويتي الكويتي. الاستعدادات الفنية نعطي اطمئنان لكل جمهورنا الرياضي بأن الملعب، التجهيزات الرياضية في المدينة الرياضية وملعب الميناء إن شاء الله جاهزات، الأمور اللوجستية متكاملة فيها. الاجتماعات الفنية تتكلمت عن الحضور الجمهور، يعني احنا حاطين في نظر الاعتبار انه الجمهور، دخول الجمهور، خروج الجمهور، الانسيابية في دخول المواطنين والمشجعين بحيث يستمتعون بأوقاتهم داخل الحدث الرياضي. يعني اليوم تواجدنا في ملعب الميناء ومشاهدتنا وملاحظتنا لملعب الميناء. ملعب الميناء اليوم يعتبر إضافة كتحفة معمارية ومنشأ رياضي جديد يضاف إلى الملاعب التي أنشئت في 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 عموم العراق. هذا الملعب سوف يحتضن مجموعة من مجاميع بطولة خليجي 25 اللي هي مجموعة البحرين. سيكون هذا الملعب متنفس جديد لإقامة هذه البطولات. ملعب الميناء الكل يعرف هو ملعب يسع إلى 30,000 متفرج، في عدة منظومات كانت خاصة بالمنازع اللاعبين، ملاعب التدريب عدد 2 اللي عندنا واحد جاهز اليوم بالوقت الحاضر، بارك الخاص بسيارات الضيوف. تقريبا إنجاز الملعب وصل لنهاية إن شاء الله. شكرا لكل المتحدثين، ونتمنى أن يكون هذا الملعب يليق بمكانة هذه البطولة وبالعراقيين التواقين لاستضافة منافسات خليجي 25. فاصل وراجع لكم. أهلا بكم من جديد سادتي الأحبة. حرصنا كل الحرص على أن نسلط الضوء على الإنجازات اللي حققها رياضيين، مثل ما تحدثنا
عن الكثير من الإنجازات اللي تحققت في معظم الاتحادات الرياضية. فرحنا كثيرا بالنتائج المشرفة اللي حققها دراجينا في بطولة العربية الأخيرة التي اختتمت في الشارقة بعد أن أحرز العراق المرتبة الثالثة من بين 13 دولة مشاركة. الحقيقة مجلس إدارة جديد يترأس الدكتور علي حميد ومن معه. الشيء الملفت للنظر أنه جميع أعضاء اتحاد الدراجات العراقي هم من أبناء اللعبة، من نجومها ومن لاعبيها ومدربيها وخبرائها. لذلك نتوسم الخير في الحديث بشكل مشرف عن هذه المشاركة العراقية على المستوى العربي واحتلالنا للمركز الثالث والظفر بالعديد من الميداليات. اليوم أحيي ضيفي الكريم الدكتور علي حميد رئيس الاتحاد العراقي للدراجات الهوائية. فور وصوله إلى أرض الوطن ارتئينا أن نلتقي به لنتحدث معه عن جديد اتحاد الدراجات وبرنامج الانتخابي، بالإضافة إلى الإنجازات اللي تحققت للعراق قبل أيام في إمارة الشارقة العزيزة. أرحب أجمل ترحيب بك دكتور علي حميد ضيفا كريما في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية، وحمد الله على سلامة وصولكم أرض الوطن. شكرا جزيلا لحضرتك، ومساء الخير عليكم على جميع الكادر قناتكم الموقرة وكذلك المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا دكتور، شرفتنا. دكتور اليوم حديثنا راح يكون مفصل عن مشاركتنا المشرفة في البطولة العربية وحصولنا على المركز الثالث بجدارة رغم ما تعانيه الرياضة العراقية عموما والدراجات خصوصا، لكن نكران الذات اللي يتمتع به لاعبينه هو أكبر دليل على أنه العراقي قادر على فعل كل شيء. نتابع هذا التقرير الذي يتحدث عن مشاركة العراق في بطولة العرب التي اختتمت في الشارقة مع زيد السراج. حقق منتخبنا الوطني للناشئين نتائج مميزة في البطولة العربية بالدراجات الهوائية والتي اختتمت مؤخرا في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويطمح الجميع للتواجد عربيا وقاريا ودوليا للدراجين العراقيين في مختلف المحافل والاستحقاقات. فماذا يحتاج أبطالنا لاستمرار التألق خارجيا وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية؟ وهل تكفي ميزانية الاتحاد لشراء أحدث الدراجات وإقامة المعسكرات التدريبية النوعية، أم أنها محدودة ولا تكفي لجميع المشاركات؟ وما هي المعوقات الأخرى التي تقف في طريق الأبطال وملاكاتهم التدريبية؟ تساؤلات عديدة، ومن أصحاب القرار نريد أن نستمع إلى الإجابة بصورة واضحة. زيد السراج لبرنامج الشوط الثالث. شكرا زيد على هذا التقرير. أعود لضيفي الكريم الدكتور علي حميد. دكتور بالبداية أبارك لك فوزكم برئاسة الاتحاد العراقي للدراجات، ونبارك لكم مرة أخرى حصول دراجين على النتائج المشرفة في البطولة العربية الأخيرة التي اختتمت في الشارقة بحلولنا بالمركز الثالث رغم ما تعانيه الدراجات والرياضة العراقية. لذلك نجدد تبريكنا لك ولاتحاد الدراجات. الله يبارك بيك، ممنون، شكرا جزيلا. شكرا. يا ريت نتحدث عن مشاركتنا في هذه البطولة وعن الإنجازات اللي تحققت. أكيد بداية يعني مشاركتنا بالبطولة العربية التي أقيمت في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة كانت مهمة صعبة بالنسبة لنا، وخاصة بعد تولي الاتحاد الجديد بإدارة جديدة وجميع الكوادر الاتحاد الجديدين، يعني هو نهاية سنة مالية وكانت ضائقة مالية بالنسبة لنا، وعانينا من توفير السيولة المالية للمشاركة وخاصة مشاركة الطلب الكثير من المال للمشاركة وكذلك تذاكر السفر. ولكن الحمد لله بتعاون جميع أعضاء الاتحاد وكذلك المدربين واللاعبين استطعنا من توفير جميع الإمكانيات بمشاركة أكبر عدد، وكان أكبر وفد بعد مشاركة طبعا أكيد البلد المضيف الإمارات والجزائر، أكبر وفد الوفد العراقي من حيث عدد المشاركين في البطولة. والحمد لله والشكر
يعني كانت مشاركة نوعية مميزة واستطعنا من خلالها الحصول على نتائج متميزة لم يحصل عليها العراق منذ سنين طويلة. الحمد لله والشكر. الحمد لله. دكتور بواقعية أتكلم مع حضرتك وأنت واحد من أبناء هذه اللعبة، كنت لاعبا منذ الناشئين مرورا بالمنتخبات الوطنية المتقدمة وأيضا التدريب والآن عالم الإدارة، ما الذي ينقص الدراجات كي نبقى في ركب المتفوقين على المستوى العربي؟ لأنه النجاحات على المستوى الآسيوي يعني أنا أتفق معك يحتاج لها الكثير الكثير من العمل والجهد والبنى التحتية والأموال حتى نواكب التطور الآسيوي، لكن سؤالي يعني متى سنلحق بركب الأخوة العرب وننافسهم على المراكز الأولى؟ نعم، يعني بداية يعني حضرتك أنت تعرف متواصل ويا جميع الاتحادات الرياضية، يعني النجاح والإنجازات تتحقق يعني من عدة عوامل مشتركة تساعد على تحقيق الإنجازات الرياضية. أولها يعني أكيد البنى التحتية، يعني لحد الآن الاتحادات الرياضية تعاني عدم وجود مقرات تجتمع بها الاتحادات الرياضية وتمارس عملها بشكل طبيعي ومراكز تدريبية. يعني لحد الآن الاتحاد يجتمع بدار مؤجر يعني وتنقص الآثاث يعني لتوفير جميع الإمكانيات، وكذلك عدم توفر الإمكانية المادية، كل سنة نعاني من تأجير بيت على مود نجتمع، بعض الأحيان نجتمع بالفنادق. يعني هاي بداية يعني أول معاناة تتشكل بالنسبة للهيئة الإدارية، كذلك السيولة المادية، يعني المال لا يكفي لسد احتياجات الرياضة وخاصة رياضة الدراجات، رياضة مكلفة ورياضة الدراجات تحتاج إلى أجهزة وأدوات بالإضافة إلى الدراجات، الدراجات تكلفتها عالية، سعر الدراجة يوصل مع أدواتها وملحقاتها إلى أكثر من 15,000 دولار سعر الدراجة الواحدة. زين، كل منتخب يتكون من 6 لاعبين فقط للمشاركة بدون اللاعبين الاحتياط، خلينا نقول كل فئة 10 لاعبين، فئة المتقدمين، الشباب، الناشئين، النساء أيضا كبار وشباب، يعني يحتاج لك أكثر من 50 دراجة فقط للمشاركة باستثناء التدريب. التدريب تحتاج أيضا إمكانيات عديدة واستهلاك على طول مدى سنة كاملة من التدريب تحتاج استهلاك وأدوات احتياطية، هاي ما ممكن تتوفر ضمن هاي الميزانيات اللي موضوعة من الدولة ووزارة الشباب والرياضة للتطور والإنجاز. وكذلك نحتاج إلى المشاركات، المشاركات لاعبين تنقصهم المشاركات والخبرة. نعم. احنا عدينا لهذه البطولة أكثر من 8 أشهر صراحة منذ وجود الاتحاد السابق، أكثر من 8 أشهر اللجنة الأولمبية مشكورة استطاعت أن تتعاقد مع مدرب إيراني الجنسية لتدريب المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى مدربين الموجودين العاملين في جميع المنتخبات، واستمرنا 8 أشهر من المعسكرات التدريبية والمشاركات المتاحة. بس الميزانية مالتنا لا تكفي المشاركات يعني عالية المستوى، لاعبين يحتاجون إلى الاحتكاك والخبرة، ونشوف أكثر اللاعبين هسه بالدول العربية هم اللي متفوقين علينا هم لاعبين محترفين يلعبون بأوروبا وبآسيا ويشاركون طوافات عالية المستوى، فلهذا نشوف لاعبين يعني يعانون من مسألة الخبرة بالإضافة إلى التجهيزات الحديثة. وهي العملية يعني صراحة سياسة دولة، احنا لحد الآن يعني الاتحاد وحده غير قادر على النهوض برياضة الدراجات للوصول إلى منصات التتويج العالمية من خلال هاي المنظومة الموجودة بالرياضة الحالية. يعني يحتاج دعم من الدولة بتوفير كافة مستلزمات الرياضة، يعني وهي بأول وتالي يعني شيء معروف على جميع الاتحادات مو فقط الدراجات. يعني بصراحة يعني أكون منطقي في ظل ما تعانيه الرياضة العراقية عموما واتحاد الدراجات، لأن يعني بحكم عملنا قريبين من عندكم ومن مشاركاتكم ودوريكم، يعني على علم بأنه هذا الاتحاد يعاني قلة التجهيزات المتطورة. يعني يمكن أكو معلومة المشاهد الكريم يمكن ما يعرفه، أنه وزن الدراجة ده يختلف من سنة إلى سنة، يعني إلى أن أصبح 5 كيلوغرام أو 6 كيلوغرام بالوقت اللي إحنا نمتلك دراجات وزنها 9 كيلو 10 كيلو وأكثر من هذا الوزن، وهذا بحد ذاته يعني تعرف يأثر على المتسابق وسرعة الريح، وما أعرف هاي التفاصيل يمك دكتور علي، لكن هذا الموضوع ترى أنت تتكلم على 15,000 دولار و20,000 دولار، ترى هاي المبالغ إزاء الفلوس اللي موجودة بالعراق والله يزيدها إن شاء الله، يعني لا تشكل شيء إذا أردنا أن نطور ونهتم بموضوع معين، ما أعتقد تشكل في الشيء، لكن ما أدري يعني هاي شو وقت راح تنحل، لأن هاي المشكلة تقريبا ويا أغلب رؤساء الاتحادات يعانون منها ويتحدثون عن الشح المالي وعدم توفير المقر. وما أدري يعني اتحاد الدراجات من الاتحادات الكبيرة والاتحادات اللي تمتلك تأريخ كبير وتمتلك لاعبين كبار،
وسجل حافل. يعني ما معقول من الستينات والسبعينات والثمانينات ما عندنا مقر. والله انت من تقول لي اني اتألم يا دكتور علي. نعم نعم، يعني هذا كلامك يعني اكيد هو قريب من الواقع وحقيقي 100%. يعني احنا اني قبل 4 سنوات الدورة السابقة كنت مدرب. نعم. قبل ما ارشح عضو بالاتحاد، وحاليا الدورة الجديدة انا رئيس اتحاد. يعني جيت للاتحاد تفاجأت، لقيت المخزن يعني مال الاتحاد عبارة عن دراجات ما تصلح حتى للتدريب، يعني مجرد هياكل بدون أدوات وما تصلح للتدريب. ولكن الحمد لله بدينا شوية شوية نجهز المنتخبات الوطنية، وهاي السنة قدرنا نشتري، يعني وفرنا جزء كبير من الميزانية مال الاتحاد تخصصناها لشراء دراجات، وقدرنا نشتري دراجات لكن قليلة ما تكفي، وأيضا هي دون المستوى الطموح. ولكن يعني الحمد لله تعاون ويانا بعض الأندية مشكورين يوفرون دراجات، يعني أيضا خاصة بالأندية اللاعبين بالمشاركات الخارجية، كذلك المدربين. والله العظيم بعض المدربين يشترون دراجات من حسابهم الخاص للاعبين مالتهم، وبعض اللاعبين أيضا شاركوا بالبطولة العربية بدراجاتهم الشخصية، يعني هو مشتريها من ماله الخاص ومن راتبه وجاي مشارك بيها. يعني هاي معاناة صراحة صعبة، والجهات المعنية يعني احنا يعني ما اريد اني اتكلم يعني بهذا الموضوع لان هذا هسه مو موضوعنا، بس هي يعني هاي الحقيقه. يعني الجهات يعني المعنيه خاصه الدوله، يعني ما معقول احنا من نراجع مثلا وزاره الشباب يعني ما يكون استقبالهم الا برحابه صدر وتوفير الدعم. يعني احنا طلبنا دعم مادي للمشاركه بهاي البطوله، ووافقت الوزاره والوزير السابق وافق والوزير الحالي ايضا وافق، ووفروا لنا مبلغ معين، ولحد الان احنا شاركنا ورجعنا ما مستلمين المبالغ هاي الماليه. اضطرينا نتداين من شخصيات معينه ومن عندنا، ولمينا مبالغ المشاركه على امل انه المبلغ نستلمه من وزاره الشباب. فهاي معاناه يعني كبيره حقيقه. دكتور يعني علي، ولكن دكتور اكثر علي الموجودين هم يعني انا بس اريد اسال اريد اسال. نعم. نعم. وانت لست معنيا لانه حالك مثل حالنا، يعني ما علاقة وزارة الشباب أن تحكم قبضتها على الشريان الحيوي للمشاركات الرياضية؟ شنو علاقة موظف يجي يتحكم بمصير إيفادات معينة؟ شنو علاقة الوزارة؟ الوزارة ما لها علاقة يا جماعة. هذا الموضوع خاص باللجنة الأولمبية، خاص بعمل اللجنة الأولمبية والأمانة العامة والأمانة المالية. يعني أنا هذا الكلام سمعته من كذا رئيس اتحاد، يعني حاول أن يذهب إلى الوزارة. الوزارة ما معنية ترى بالرياضة والاتحادات بقدر ما معنية وزارة الشباب والرياضة، معنية بمشاريع الشباب والبنى التحتية والاهتمام بالرياضة وتوفير الأموال. أما تتدخل بأبسط تفاصيل عمل الاتحادات، هذا الموضوع ما نقبله. لكن ما أعرف يعني متى سنتخلص من هذه المعضلة البيروقراطية اللي تواجه عمل الاتحادات. خليني أتحدث عن المشاركة العربية المشرفة لنا، وهي حصولنا على المركز الثالث بعد أن حصل عدد من أبطالنا. يعني نوجه تحية داهات كاوة وإلى ابتسام البطل في فئة الناشئين حسين إيهاب وعباس فرحان، بالإضافة إلى وهبي سليمان. يعني ذول الأبطال اللي حققونا الأوسمة الذهبية، وعزف السلام الوطني في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مرات عديدة. لابد أن نتحدث عن هذا الإنجاز دكتور. أكيد طبعا. يعني حقيقة الوفد العراقي كان محط اهتمام جميع رؤساء الوفود وكذلك المشاركين في البطولة العربية، واتحاد الإماراتي كانوا معجبين يعني بطريقة أداء اللاعبين في ظل هاي الظروف الصعبة، وأيضا أشادوا بالنتائج المتحققة في هذه البطولة في ظل الظروف اللي يعني متابعيها خاصة الدول العربية الأشقاء. فكان يعني الوفد العراقي مميز من خلال الإنجازات اللي تحققت في البطولة، وحضرتك تفضلت وعزف النشيد الوطني ورفع العلم العراقي على منصات التتويج، وكنا سعيدين بهذا الإنجاز والحمد لله والشكر. يعني احنا كان الوفد العراقي كله متعاون تحقيق هذا الإنجاز، و دعم من جميع الشخصيات العراقية والعربية، وكانوا يتصلون ويباركون والحمد لله. يعني هاي جهود مباركة، وكذلك يعني أيضا الأستاذ أحمد صبري المستشار الإداري والمالي للاتحاد كان له دور بتوجيه الوفد بالطريقة الصحيحة وحضوره بالبطولة، وأيضا من خلال وجوده استغلينا وجوده وعلاقاته بالدول العربية الأشقاء ورؤساء الوفود، وعقدنا اجتماعات أيضا لتبادل الخبرات إن شاء الله مستقبلا، وإقامة دورات تدريبية وتحكيمية بإشراف الاتحاد العربي إن شاء الله والدولي. نعم. إن شاء الله يعني. طبعا احنا نبارك لكم بالتأكيد.
لهذه المشاركة، لا سيما قوة ومكانة الفرق العربية المشاركة، المنتخب الجزائري، المنتخب الإماراتي، بالإضافة إلى بعض المنتخبات اللي شاركوا في نهايات الناشئين، تونس ودول كثيرة لها باع كبير. دعني أستغل حضورك الكريم في أول إطلالة معي في الشوط الثالث عبر الشرقية، وأنت رئيسا للاتحاد العراقي للدراجات. دكتور علي، بالتأكيد لديكم برنامج انتخابي أمامكم الكثير لتطبيقه، يا ريت نتحدث عن برنامجكم الانتخابي وما ستطبقوه في الفترة القليلة القادمة. أكيد أكيد، يعني في ظل الظروف الموجودة والنتائج المتحققة بالبطولة العربية، الهدف الرئيسي راح يكون أن إعداد لاعبين الشباب وتحت 23 سنة والمنتخب الوطني والنساء للمشاركة في بطولة آسيا وتحقيق إنجازات تليق بسمعة الاتحاد. هذا الهدف إن شاء الله القريب من خلال العام القادم إن شاء الله يتحقق من خلال إقامة معسكرات مكثفة ومشاركات تليق بمستوى الطموح وتوازي المشاركة في البطولة الآسيوية المقبلة إن شاء الله. إن شاء هذا الله. الهدف الأول. وبالنسبة لنا طبعا أكيد يعني كاتحاد إن شاء الله اتفقنا أنه نضع يعني برنامج لمخاطبة الجهات الرسمية للتوفير وقطعة أرض لإنشاء مضمار لرياضة الدراجات. نعم. لأنه لاعبين يعني تعرف بالسنوات الأخيرة صارت عندنا حوادث كثيرة، لاعبين يعني توفى ولاعبين انصابوا ولاعبين تعرضوا للحوادث كثيرة من خلال التدريبات في الطرق، وكذلك مشاركاتنا في المضمار يعني ستكون إن شاء الله لها نتائج مميزة، وخاصة لاعبين يمتازون بالقوة البدنية والجسمانية للمشاركات في مثل هذه السباقات. يعني سباقات الطريق تحتوي على ثلاثة أنواع من السباقات، لكن سباقات المضمار أكثر من 11 فعالية، ونشوف الدول بدأت تسابق بإنشاء المضمار، يعني بدأت الإمارات وبعدها جمهورية مصر وحاليا السعودية وقطر جاي يسابقون البناء مضمار وإنشاء مضمار، وذلك للحصول على ميداليات في البطولات والسباقات الآسيوية. وإحنا إن شاء الله إذا حصلنا على قطعة أرض لإنشاء مضمار أيضا سيكون المضمار أنا أعتقد مشروع استراتيجي يعني للهيئة الإدارية الجديدة، يعني يمكن يفيد الأجيال رياضة الدراجات الحالية واللي بعدنا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور يعني يا ريت موضوع تطور الدوري العراقي للدراجات وخصوصا السيدات، احنا نعرف انه التطور حاصل في محافظات اقليم كردستان العزيزة الغالية يعني وايضا بعض محافظاتنا، هل في الافق القادم ان شاء الله الاهتمام بالدوري ودوري السيدات؟ لان احنا فرحنا من داهات كاوة اخذت ميدالية ذهبية وهذا شيء مشرف انه، فهذا الموضوع يعني خالي في نظر الاعتبار مستقبل الدكتور؟ أكيد أكيد، إن شاء الله أقرب اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد إن شاء الله سيتم أخذ قرار بإنشاء مراكز تدريبية في المحافظات التي تمارس رياضة الدراجات، ومنها محافظات الشمالية لأنه متوفر عندهم القاعدة وممارسة رياضة الدراجات بفئة النساء، وسندعم هذا الموضوع إن شاء الله، وخاصة في محافظة السليمانية دائما لاعبات المنتخب أكثر لاعبات المنتخب يكونوا مميزين محافظة السليمانية وكذلك أربيل، وإن شاء الله المحافظات البقية سنركز على مدارس ومراكز تدريبية لبناء قاعدة الناشئين والفئات العمرية ونهوض بهذه المراكز التدريبية من خلال دعمها بالتجهيزات المناسبة وكذلك المتخصص مدربين يقومون بتدريب في المراكز التدريبية ودعمهم من خلال الاتحاد مباشرة. نعم. إن شاء الله. دكتور أمامكم الكثير للحاق ببعض الدول اللي سبقتنا الآن على المستوى العربي على المستوى غرب آسيوي، أمامكم برنامج عمل لغرض الوصول إلى ما وصل إليه الأشقاء؟ أكيد أكيد، هي البداية ستكون من بداية سباقات المحلية، أكيد يعني سباقات الداخلية سيتغير نظام الدوري إن شاء الله، يكون نظام يعني مسافاته توازي سباقات الخارجية وكذلك احتساب النتائج وطرق تنظيم السباقات يعني تليق بما سباقات الخارجية، وكذلك ممكن المشاركة فتح المشاركة السباقات المفتوحة للاعبين وليس حصرا بالأندية، لفتح باب المشاركة وزيارة عدد اللاعبين المشاركين، ومن خلال هاي المشاركات السباقات الداخلية أكيد يعني سيكون هناك خيارات عديدة للاعبين المنتخب لتمثيل العراق في المشاركات الخارجية،
وإن شاء الله هذه السنة سينفتح العراق على المشاركات الخارجية وخاصة الدول المجاورة والطوافات، خاصة وأن الطوافات تكون يعني مضيفة بدون دفع مبالغ وتكلفتها فقط تذاكر السفر، مثلا تركيا وإيران الدول المجاورة. وإن شاء الله اتفقنا ويا الدول بالبطولة العربية اللي شاركوا ورؤساء الوفود والاتحادات سيوجهون دعوات رسمية للمشاركة في طوافات هذه السنة، وسنشارك فيها جميعا وتوفير ميزانية خاصة لهذه المشاركات للمنتخبات. نعم دكتور شيء جميل، شاهدنا توليفة مجلس إدارة اتحاد الدراجات، جلهم هم من اللاعبين السابقين ومن الخبراء ومن المدربين. كيف تمت هذه المعادلة؟ شون يعني صار وصرتوا إن شاء الله؟ وإحنا طبعا نأمل أن كل الاتحادات ترشح أبناء ألعابهم في المجال الإداري والفني. حقيقة هم اللي موجودين كلهم اللي فازوا بعضوية الاتحاد، صحيح هم من أبناء اللعبة، ويمكن مفاجأة أنه أكثرهم أو كلهم من جميع أبناء اللعبة يعني فازوا بعضوية الهيئة الإدارية. ليش مفاجأة؟ هم مو بعيدين، هم قريبين تحصيل بالعمل. حاصل هم أكثرهم دكتور. ليش مفاجأة؟ يعني المفروض ابن اللعبة هو اللي لا لا مو تحصيل حاصل حقيقة. نعم. يعني أنت تعرف نظام الانتخابات، يعني نعم مو شرط نعم. ابن اللعبة هو اللي يفوز. نعم. يعني هو اللي يفوز من يحصل أكثر أصوات اللي تأهله للفوز بالهيئة الإدارية. صحيح. ودائما يعني كان أبناء اللعبة يعني يتعبون وتعبهم يروح لغيرهم. نعم. بس الحمد لله والشكر يعني بهاي الدورة الانتخابية يعني أكثر ممثلين الأندية والحاضرين كان لهم قرار حاسم، واختاروا هم كان الخيار أولا وأخيرا لهم، رغم يعني أنه طبعا الفترة اللي سبقت الانتخابات كان هناك منافسة قوية يعني بالفوز بعضوية الهيئة طيب دكتور الإدارية للاتحاد، ولكن هاي الانتخابات والحمد لله والشكر. باختصار باختصار وإحنا وشكنا على نهاية هذا اللقاء، وأنا سعيد جدا بحضورك الكريم وأبارك لك مرة أخرى تسنمك لمهام منصب رئيس الاتحاد. دكتور علي، يعني أنت من مدرب منتخب ولاعب إلى رئيس اتحاد، يمكن البعض يقول أنه هو الرجل مو إداري، هو رجال فني ولاعب ومدرب منتخب، فالعمل الإداري الآن يعني هل تمتلك هذه الخبرة؟ نعم. باختصار دكتور، احنا الحمد لله والشكر انت تعرف هو كل مدرب يعمل هو إداري، اكيد هو بعمله يحتاج الإدارة على يعني تنظيم امور المدرب مو فقط الامور الفنية. نعم. واحنا الحمد لله والشكر من كنا لاعبين، احنا كابتن منتخب كنا قريبين على المدربين ونشاركهم بالقرارات وبمشاورات المشاركة وبالخطط، والحمد لله يعني احنا اكتسبنا الخبرة وعملنا ويا رؤساء اتحادات واعضاء اتحاد سابقين من ايام منذر الواعظ المرحوم منذر الواعظ رئيس الاتحاد الله يرحمه، يعني كان هو قدوتنا اكيد الله يرحمه، هو وجهنا صراحة وهو حثني، اني اكثر واحد هو حثني على اكمال الدراسة الماجستير والدكتوراه، يعني الحمد لله والشكر وشقينا طريقنا. واكيد هو الانسان الاداري اذا يعمل بالاتحاد واذا ما يمتلك من المهارة والخبرة الفنية ما راح يقدر ايضا يناقش المدرب بالامور الفنيه، وما راح يقدر يوفر للاعب الامور اللي يحتاجها، فالامور نعم. الفنيه هي الاساس، وبالاضافه الى الخبره تجي من خلال الاداره من خلال الممارسه والعمل، والحمد لله نعم. هاي صار لنا يعني احنا بدنا نشتغل وان شاء الله نكون عند حسن ظن الناس اللي اختارونا ان شاء الله. دكتور علي حميد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للدراجات، شكرا لحضورك الكريم مع امنياتي القلبيه لاتحاد الدراجات بالنجاح والموفقية وتحقيق المزيد من الإبداع. قبل ما أذهب إلى الخبر الأخير في حلقة هذا اليوم، موضوع يعني حصر الإفادات في وزارة الشباب ومسك الأمور المالية بوزارة الشباب وعدم التعامل بالطريقة اللي تليق برياضيين وأبطالنا من قبل وزارة الشباب وبعض موظفي وزارة الشباب، هذا الشيء ما نقبله، وأتمنى يعني من أصحاب القرار، ما أريد يعني أذب الكرة في ملعب شخص معين، لكن أصحاب القرار أن يعيدوا القرارات والإفادات إلى اللجنة الأولمبية، هي الأب الروحي للاتحادات والرياضة العراقية. لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه موظف دولة يجي يقيم مشاركة وفد مثل ما قال الكابتن قاسم الواسطي رئيس اتحاد اللي قبل كم يوم كان معانا، يعني ما يمكن يقول أنا أوقف بالباب وما اعرف ايش ويعاملني معامله، واليوم يعيد دكتور علي حميد يقول الروح احنا رؤساء اتحادات يعني ما يتلقون ذاك الملقى، زين ليش؟ انت موظف دوله وهذا رئيس اتحاد. فهذا الموضوع في غايه الاهميه، احنا قريبا راح نفتح الملف بصدد هذا الموضوع. سادتي الاحبه، الى نينوى العزيزه الغاليه اخذكم
ومنافسات بطولة محافظة نينوى بالتايكواندو. إذا اختتمت يوم أمس منافسات بطولة محافظة نينوى المفتوحة بالإضافة إلى الاختبارات الفنية على الأحزمة الملونة والأسود دان، وعلى مدى 3 أيام متتالية ضيفتها قاعة مدرسة العراق الدولية بالتايكواندو. فعاليات البطولة أقامها الاتحاد الفرعي في نينوى بالتعاون مع مدرسة العراق الدولية، واللي شهدت ظهور العديد من الطاقات الشبابية الواعدة اللي ينتظرهم مستقبل باهر في مجال رياضة التايكواندو. وأشرف على هذه الاختبارات الخبير الدولي الدكتور محمود شكر صالح، نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للتايكواندو. وأسفرت منافسات بطولة التايكواندو عن فوز اللاعبة تمارا محمد بالمركز الأول، فيما حصل إسلام عمر على المركز الأول رجال. وفي ختام فعاليات البطولة وزعت الهدايا والشهادات التقديرية على الفائزين بالمراكز الأولى. طبعا هذه اللقطات اللي وصلتنا عن طريق مراسلنا محمود الاستيفاني في نينوى. طبعا احنا نبارك بالاتحاد الفرعي للتايكواندو بالدكتور محمود شكر على جهوده الرائعه في دعم هذه اللعبه واقامته للكثير من البطولات، وايضا الاختبارات الفنيه اللي تدل على انه في ناس كثيرين يريدون الارتقاء بواقع الرياضه العراقيه، ومنهم الدكتور محمود شكر. نتابع هذه اللقاءات اللي اجراها محمود الاستيفاني من داخل بطوله التايكواندو في نينوى. تقيم مدرسة العراق الدولية للتايكواندو بالتعاون مع الاتحاد العراقي للتايكواندو فرع نينوى بطولة الصداقة لفئة الناشئين والناشئات. يشارك في هذه البطولة أكثر من 40 لاعب ولاعبة استعدادا للاستحقاقات والبطولات القادمة. في نفس اليوم إن شاء الله سيتم توزيع الشهادات والأحزمة من خلال اختبارات ترقية الأحزمة الملونة للاعبين واللاعبات. نتمنى لجميع المشاركين في هذه البطولة الموفقية والنجاح. والله كانت منافسات البطولة متفاوتة بين الفئات العمرية، فئة الأشبال والناشئين وكذلك الشباب، مع وجود أبطال مثل البطلة الأمارة محمد عرفات الحاصل على ذهبية بطولة كأس السفير الكوري في بغداد، والبطلة ريماس والبطل إسلام واللاعب البطل حمزة وليد غانم. شاركت في بطولة الصداقة اليوم في مدرسة العراق الدولية للتايكوندو وحصلت على المركز الأول، وشاركت سابقا في بطولة السفير الكوري التي أقامت في بغداد وحصلت على الذهبية. اليوم أنا شاركت بطولة الصداقة في مدرسة العراق الدولية للتايكوندو وحصلت على المركز الأول، وأشكر الكابتن أيمن والدكتور محمود شكر على تعبهم بالتمرينات معنا، وأتمنى أن أمثل العراق بالبطولات الدولية. شكرا لكل المتحدثين الكرام، ونعتذر من السادة المشاهدين ما وصلتنا من البصرة الرسالة المطلوبة لحفل افتتاح ملعب الميناء، لكن سنكون معكم إن شاء الله في تغطية مباشرة لكل فعاليات بطولة الخليج وما قبل البطولة، وفريق عمل متكامل راح يكون هناك، وهناك مفاجآت لأن ضيوفنا راح تشوفون كبار بكل ما تعنيه الكلمة من تاريخ ومكانة رياضية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل أن نالت رضاكم. أنقل لكم تحيات جميع زملائي في استوديو البث في الكنترول، وأيضا تحيات مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث بإذن الله. إلى يوم غد طبتم في أمان الله، وأقول لكم في أمان الله.